عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الجنجل ولينا البلاطو قناة النهار هنا من مباشرة من فندق الرمال الذهبية. راهي حاضرة معنا الفاشينيستا سارة بايا. شرفتينا بحضورك، مرحبا بك. ميرسي بوكو، سي جونتيل. سارة بايا صانعة محتوى في كل ما يخص اللبسة والألوان إلى آخره. وموضوعنا تاع اليوم جوستومون سارة هو كيفية تنسيق الألوان. وي لو ماتشينغ كولورز. ماتشينغ كولورز. وي اون انجلي. ماتشينغ كولورز وي لو ميروس كولور. أنا عارفي بنفسك المشاهدين باش يعرفوا شكون هي سارة ومن بعد نبداو في التفاصيل. تفضلي. داكوغ، ألوغ أنا سارة بايا صانعة محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي. نمد لي conseil tout ce qui est beauté et mode beaucoup plus ou درت ماركه صغيره يعني و هيليك هولا. طيب باش نبداو اول سؤال هو وشنو هي الالوان الرائجه هاد الصيفيه ولا هاد السنه ولا هاد الصيف؟ كاين الالوان رائجه بزاف اللي خرجوا يعني لي كولور فوشيا ايتي 2022 سي سا ايتي 2022. مثلا كاين لو روز فوشيا اللي راهو داير ضجه كبيره في السوق يعني، وكاين اوسي لو بلو تيركوا، عندنا اوسي الاخضر واللي نقدروا نقولوا عليه بيستاج، عندنا الاورانج، الابيض اللي عاود ولا بقوه ثاني. الالوان الفاقعه. الالوان الفاقعه ولات بقوه. عندنا الاصفر aussi et عندنا aussi la couleur lila اللي تشبه الفيولي هذاك كلير. هادو هما كاع لي كولور اللي راهم طوندونس نقدروا نقولوا، ودرنا لهم ماتشينغ كولورز اللي تجي في دائره الالوان، يعني في دائره الالوان تناقض الالوان هو اللي خرج على مود هذا العام. ماشي كيما زمان بلال. وي. زمان كنا نسقوا بزاف الالوان الابيض غامضه. هاد الخطر على حسب واش تقولنا سارة انه الالوان الفاقعة يعني كيما نقولوا حنايا هادوما اللي يشعلوا هادوما راهم على مود، من بينهم الاخضر ياك. الاخضر وي الاخضر انا نشوفه حتى الماركات العالمية الكبيرة راهم يعتمدوا على هاد اللون الاخضر اللي نشوفوه في كاع الكوليكسيون ديالهم اللي راهي تخرج مؤخرا. لو نروحوا لتنسيق الالوان لما نشوفوا هاد الالوان يعني كما نقولوا حنا الضاويه صعيبه باش دير التنسيق تاع الالوان. انت يا كفاشينيستا واش تقدري تنصحي هادو المشاهدين اللي راهم يشوفوا باش ينسقوا بين الالوان، لا تكون عندهم شويه جرأه باش يقدروا يلبسوها؟ هي لازم الجرأه فيها باش تلبس اصلا هاد الالوان. ديجا لازم جرأه، يعني لازم جرأه، مي يقدر يكون في كاع لي ستيل، يعني في الكاش كاجوال، في الجلامور، في الشيك، في الكلاسيك، نقدروا نديروا تنسيق الالوان على حساب ستيل تاع البنادم، يعني واش معناتها ماشي غير لي جون في ولا سي كاع الاعمار يقدروا يلبسوهم. فوالا يقدروا يلبسوهم. وشنو هما لي ستيل اللي نقدروا نلقاو فيهم هاد الالوان وكيفاش نسقوهم؟ باغ اكزومبل انا راني دايره تنسيق الالوان، راني دايره صح، الاورانج والفير، الاورانج والغوزه وهنايا هذا تنسيق الالوان، خلط بين الكلامور والكلاسيك. لا شوميز سي ان سوا يعني لا سوا سكي كلامور، ولو بونتالون كلاسيك يعني درت دو ستيل ديفيرون. فوالا هذه هي. نشوفوا باللي ساره عندها الجرأه. عندها الجرأه بزاف. اي لبس اليوم؟ لبست كاع الالوان. لبست كاع الالوان. صيف على حسب اللون. جوستومون ساره شحال من لون نقدروا نلبسوا في لو ميم لوك؟ دو جوسكا 3 ماكسيموم بور نو با فير ترو. لازم 3 بصح ما يكونوش كيما نقولوا حنا تكون كيما يقول لك تكون التناسق بيناتهم بيان كوم يلفو، سينو سافا با فير. انا نشوف كيفاش التناسق. كيفاش تعرف دوكا انت حبيت تلبسين توني، كيفاش تعرف بلي هاد لا توني راهي متناسقه؟ صح كاين دائره الالوان. صح هاد دائره الالوان تشوف التناقض بين دو كولور. باغ اكزومبل نمدلك لو فوشيا، لو روز فوشيا التناقض ديالو الاحمر. دوكا رانا نشوفو دي زونسومبل يكونوا بين لو غاز اي لو لو غاز اي لو روج، يقابلو تاني الاورانج اوسي، يقابلو اوسي تاني تقدر تلقى الاخضر تاني هاي ليك طانا كيف كيف يتلبسوا كيف كيف طانا غادي يتلبسوا مع من مع لو مع لو غاز مع لو فير. لا لا لو روج لا 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 فوالا وين يكون التناقض هذيك هي اللي راهي ترند هذا العام. على سبيل المثال لو نقولوا اللون الاحمر واش نقدروا نلبسوا مع اللون الاحمر؟ اللون الاحمر تقدر تلبسوا الغاز، اللون الاحمر تقدر تلبسوا ثاني الاورانج. هاد لي كولا راك تشوف بلي راهم فيهم تناقض، كي يكون تناقض هاي ليك لا طوندونس تاع هاد العام. سي صا. وشنو هما لي ستيل؟ اسمح لي تفضل. وشنو هما لي ستيل اللي نقدروا يعني اللي راهم طوندونس ونقدروا نلقاو فيهم هاد الالوان الرائجه؟ باغ اكزومبل كاين لي كيمونو. لي كيمونو اللي خرجوا طوندونس هاد العام، بانوا دي كيمونو اونصومبل، دي كيمونو طوال وقصار. باغ اكزومبل اونصومبل تلقاي ان كيمونو اونصومبل غوز فيه لو جون. نشوفوا فيهم في الصورة. اكزاكتومون، تلقى فيه لو غوز، تلقى فيه لو جون، لو ميلونج دو بلو اوسي، يكون فيه بين الكلامور والكاجوال، يعني تقدري تلبسيه اون سواري كيما تقدري تلبسيه في النهار. هاي ليك صافاس. قلت لنا كلامور كاجوال. ايه. فهميهم وشنو الكلامور وشنو الكاجوال. الكلامور يعني فيه لمسة الأنوثة، الأنوثة والكاجوال يعني
يعني عفايس عادية يعني دي تروك بازيك دي تروك بازيك تاع كل يوم اللي تقدري تميلونجيهم يديروا لك عفسة جديدة. وهذا الكيمونو وشنو هي لا شوسور اللي نقدروا نلبسوها معاه؟ تقدري تلبسي معاها دي طالون قلت لك اذا كنتي خارجة مع العشية ولا في لا جورني دي بيتي شوسور ولا فوالا دي مول اي تو سا يجوا شابين معاهم. لو نروحوا لللباس الكلاسيكي على بالنا بلي في فصل الصيف عندنا مناسبات ربما يقدر يكون عرس ربما يقدر تكون انيفيرسير وي باش يقدروا يروحوا يعني ان توني كلاسيك هكا المراه ان توني كلاسيك ياخذوا باغ اكزومبل دي كولورفول بانت واش معناتها دي بونطالون فلويد اللي يجوا كولوري يجوا فيهم دي موتيف اون سوا يزيدوا لهم من الفوق ان شوميزي اوسي يكون دو بريفيرونس ماشي لا ميم كولور باغ اكزومبل يكون لو بونطالون يكون فيه دي كولور لو روج لو فير اي تو سا لورانج الفوقه تكاسيه بالبلون عفسه بلون تكون باغ اكزومبل اون سوا فالا نديرو ثاني فيها الالوان وي 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 سي سا. لو نروحوا ليميل شفناهم كانوا يلبسوهم في الدار ولا دوكا ولا دوكا ولا طوندونس ولا فيهم لي تروك دوري تو سا ولا تقدر تخرج بهم هذاك لو ستيل كاجول يقدر. اسكو يعني دوك اللباس يمثل شخصيه المراه؟ لو نشوفوا اللباس نشوفها تلبس الوان جريئه اسكو تمثل الشخصيه ديالها ولا الوان غامضه تمثل كل وحده الستيل ديالها كل وحده تعبر على نفسها بملابسها بالشخصيه ديالها فوالا سي ديفوني كوم سا سي لا توش ديالها تحط المراه. وشفنا ثاني ساره انه ستيل اللي راهو شويه طوندوس انا هكا نعرف ما خاطيني شويه الفاشن اللي شفتو باللي راهو طوندوس انك تلبسي نفس اللون الفوق والتحت تلبسي باغ اكزومبل دي زونسومبل لا ميم كولور هذاك المونوكروم هذاك المونوكروم سي اون استوس باش تزيدي شويه في الطول يعني فوالا اللي القصار يعني لا تيني اللي راهي تجوز دوكا الباج عندها نفس المعنى هذا هذا نفس المعنى وي اكزاكتلي هضرين على لا توني اللي راهي هذه لا توني باج جايه شغل كاجوال نقعد فيها تلبس سامبل وسي تقدري تلبسيها بليغا ولا تقدري تلبسيها بدي باسكيت اي تو سا بوغ زعما سورتير تروحي تقضي تروحي تشوف صحاباتك ولا بوغ لا جورني فوالا. والحقيبه الحقيبه ندير شي ان بو توش دو كولور بوغ ابلي الصيف عليك. ما تشوفيش انه بالك كاين اللي يقول لك ما عندهاش علاقه يعني مع لا توني كاين بزاف اللي ينتقدوا اللباس كاين اللي ينتقدوا سي دي غو وكل واحد كيفاش اللي يتبع الموضه يقول لك وي سي سا سكي طوندونس يمشي عليه وكاين اللي يقول لك لا كلاسيكي يبقى كلاسيكي فوالا باسكو في تناقض الالوان وتنسيق الالوان كاينه عفسه المليحه بوزيتيف سي كو لي كولور تقدروا تلبسوهم اون كولور تقدري تلبسيها وديري من الفوق عفسه كما قلت لي نتايا دي طون اوسي غامضين يعني دي كولور ماشي باغ اكزومبل نوار دير لو بيستاش نوار تقدري ديري لو روز فوشيا ديرو لو روج هكا ما يصراش هذيك تاع بزاف. عطينا كم يعني بعض التنسيقات تاع الالوان مثلا كيما باغ اكزومبل لو بيستاش عندك مع لو روز فوشيا يمشي ثاني البيستاش مع لو مع لو مع لو بيج كاين لو بيستاش يمشي مع لو روز فوشيا هادو ما قايتك يمشوا باغ اكزومبل كاين لو بلو تركوا اللي يمشي مع لو جون والاورانج بقوه والبلو تركوا معروف بالمصداقيه ديالو والفعاليه ديالو في الالوان باسكو سي اون كولور اوزي اسي اوزي ونلقاوها في لي جين اوسي كيما انت كي لابسه جين فوالا هذه هي الالوان. اكرم لو نشوفوا انه كاين بزاف الناس عندهم الوزن الزائد وي الوزن الزائد عندهم مشكله بالك في اللباس تنسيق الالوان كاين بالك نلقاهم ما عندهمش الجراه باش يلبسوا الالوان الالوان يقول لك انا نخبي لوكور تاعي بالاسود على بها كاين تو سكي كيمونو تو سكي لي زونسومبل اوفر سايز بلي كولور تقدر تلبسها وتجي هذيك الثقه في النفس ويروح لها داك لو كومبلكس تاع الوزن الزائد ولا الالوان يعني الناس اللي عندهم شويه وزن زايد ولا عند كيفاش يقدروا يخبيو لو سوربوا تاعهم بالالوان بالالوان باغ اكزومبل اللي عندها وزن زائد اوليو تروح تلبس تو سكي باغ اكزومبل اون تونيو كاع فوشيا ولا لا تقدر تلبس كيما قلت لك هذاك لو جون اللي رايح الباستيل لي كولور ليلا لو بيج لو بلون هادو ما كاع تقدر تلبسهم ما كان وزن زائدنا كيفاش تنسقهم باغ اكزومبل تلبس اون كولور ليلا تنسقها باون كولور اسي فورت باغ على حساب هي واش لبست نقول لك المراه اللي مهتمه بالموضه النسائيه ما تقدرش ما تكونش مهتمه بالموضه الرجاليه هكذا واش تقدري تنصحي واش تقدري تقولي لنا الموضه الرجاليه لهذه السنه على حسب العلم ديالك هاد السنه في الصيف بوكو بلوس انا نشوفو في لي جون لي زونسومبل هادوك لي خرجو اون سوا تاع لي جون هم يلبسوهم بزاف يجو فيهم دي موتيف سي تري طوندونس راهي هاد العام يا اوسي تاني تو سكي اونسومبل راهو طوندونس عند الرجال هاد العام سي انت تي بيو بلاسي باش تعرف العفايس خاصة لو نروحوا الاكسسوارات عندها أهمية كبيرة في اللباس ولا في لاتوني تاع أي واحد يحب الموضة الاكسسوارات عندها أهمية كبيرة من بينها النظارات ولا الساعة
ولا الحذاء ولا كيما نقولوا حنا ساكوشا. هذيك هي اللي تزيد اللمسه. احكي لنا على الاكسسوارات الخاصه بالنساء، واش لازم واش ما لازمش، وقتاش نديروا الاكسسوار وقتاش ما نديروش المناسبات. داكور، في المناسبات تقدر دير اكسسوار يبان اونكور بلوس باسكو مناسبه راك معروض ولا فو اوزي، يعني في المناسبات تقدر دير. بصح في الحياه اليوميه يعني كاين الناس اللي يخدموا كاين اللي يقراو، لازم يكون كيما يقول لك كيفاش نفهمكم، يكون لو جوست في هذا مكان. تسمى كي تلبسي باغ اكزومبل ما تبالغوش، فوالا ما لازمش تكون هذيك المبالغه سورتو في المجتمع ديالنا. لازم فوالا ما تكثريش بزاف من لي اكسسوار. كي تلبسي عفسه كولورفول، عفسه كي كولوري اسي كولوري، دي اكسسوار باغ اكزومبل بور لا فام كي برون، لي اكسسوار دوري يجوها شابين يبانوا فيها. بور لا فام كي اون بلوند، سي لي اكسسوار تو سكي ارجونتي اللي يبان فيها. فوالا بصح لو نشوفوا اكرام لما تروح دير شوبينغ ولا تدخل المركز التجاري ولا محل، تلقى عندك لو شوا بزاف، ما تعرفش واش تشري. هذا هو المشكل. صح. يعني دوك انت واش تقدري تنصحيهم لما يدخل محل اكسسوارات عنده اكثر من 1000 اكسسوار، كيفاش راح يلقى القطعه اللي راهي الخاصه يعني اللباس ديالو؟ هو ولو ستيل ديالو، لازم يكون هو عنده ان بروبر ستيل باش كي يدخل المحل يعرف واش يخير. ولا باغ اكزومبل يتبع كيما رانا نشوفوا دوكا لي انفلونس دو مود اي تو سا، يتبع ويشوف هذاك الستيل اللي تضبط معاه باش كي يقدر يروح يشري، يكون هو مقتنع بهذيك القطعه ماشي يشريها باش يشريها. هذه لازم سي ان بوين. وكاينه عفسه ان اوتر بوين كو جو فولي دير، لا مود نا با دو بري، يعني الموضة ما عندهاش البخي ديالها. تقدر تلبس عفايس ماشي غاليين تناسقهم ما بيناتهم تبان بيان. لكن ميزانية إكرام، ميزانية لازم تقدر تكون، لما تقول نقولوا ميزانية صغيرة صعيبة شوية باش يعني تخرج هذيك لاتو. أنا نظن أنه سارة عندها رأي واحد آخر في هذا الشيء. أنا عندي رأي واحد آخر في هذا الشيء. لا تقدر تكون ميزانيتك محدودة على حساب البيوجيت ديالك، تقدر تروح دير قطع صغيرة أبوتي بخي يعني وتناسقهم ما بيناتهم. يلا مادام هضرنا على السعر، أعطينا يتوني 5000 دينار، تاع 500000 يتوني 5000 دينار. واش نقدروا نديروا؟ نعطيك اسم يعني نعطيك واش تقدر دير 5000 دينار لو بري للمراه. ك باغ اكزومبل المراه تقدر تروح، يا دي ماغازان اللي يبيعوا في الجي سونتر ولا بارتو يبيعوا دي زارتيكل، تلقى باغ اكزومبل اونسومبل تجيبو ب 3800 ensemble coloré. يعني كي تجيب ensemble coloré ب 3800 واش راح تزيد له؟ عطيت لي 5000 دينار حذاء. كاين ايضا احذيه باغ اكزومبل لا يغلي خرجوا طوندونس من 1500 ل 1700، تماك كدرت لا توني. يخص له ساك، يخص زيد له شويه درهم، زيد له 100000 باش نشرو ساك، زيد لي شويه 1000 دينار على الساك. هذيك لازم تشيحها، هذيك تشيحها. اكرام حبيت نعرف انا السعر تاع لا توني ديالها. تعمل انت شكون؟ تاع سارة. قالت لي انا سارة ما على باليش. قولي لي انت، انت قول لنا راسك، قول لي انت. انايا الراي ديالك السعر، الراي ديالي والله ما نعرفش تاع النساء الاسعار. شو سقسي اكرام، اكرام هي اللي تعرف الاسعار. ما نعرفش. اذا باش نوضح، سي اون توني ما ديباسيش 10000 دينار، يعني ما تلحقش. شحال؟ ما تلحقش مليون. ما تلحقش مليون. ما تلحقش مليون بالاكسسوارات. ما حسبش اكسسوارات. ما تحسبش الاكسسوارات. الاكسسوارات ولا الحذاء ولا الساكتاني. اه ما الساكتاني. معليش الساك شحال يدير؟ شيتو العام اللي فات صالت. شحال؟ شيت في العام اللي فات سولت. قلت لك بالعقل العام اللي فات سولت. قلت لك بالعقل العام اللي فات. حبينا نعرفوا السعر. 2000 دينار شريتو اون سولت. 2000 دينار. اه. تخي بيان خلاص ماشي. لا توني قالت لنا ما ديباسيش مليون. وي. بلي زاكسيسوار مازال ما قلناش لي زاكسيسوار. ما نهضرش على لي زاكسيسوار، رانا في اللبسه بلال. زاكسيسوار ذهب. انا خلاص المهمه تاعي خلصت مع ساره، دوك انا وساره نروحوا لاكرام. اكرام شحال لا توني تاع السعر؟ تاعي انا؟ اه. والله ما شفت هذا، نقول لك شحال صروات. 350 يحسب، احسبوا معايا 350 550 يا حزيد لها هذيك 100 وشي 150 نقولوا تعمل 150. اه دوكا تحس تعرف تعمل انت هذه. هذه انا في 700000. لا لا علاش 750 و150؟ صح خلاص 700000. اه بالاكسسوار ما نحسبوش. ما نحسبوش اكسسوار، ما نحسبوهاش. ندورو ليك دوك حنايا بلا خاتم تاع ذهب ما نحسبوش. ما نحسبوش. لا لا دوك حنا لازم ندورو ليه الخاتم تاع ذهب ما نحسبوش. اه تحسبوش اكسسوارات ما نحسبوهاش. بلال دوك انت يا قلبي تحجي قلبي بدل السيج.
ماشي حاجة بالك. فهمت. كل زوج ملايين ثلاثة. واحد المليون و200 مليون و400. بلا لي أغلى قطعة وشنو هي؟ بالساعة بالساعة بالحذاء بكلش. اه اوكي. اه سي بيان. لا فير لا فير هو لا فير. ملابس الرجال غالية شوية. غالية غالية ملابس النساء. غالية صح كاين ملا. دونك هنايا نشكروك سارة. ميرسي شكرا. كانت فقرة هايلة. يعطيكم الصحة. نعاود نتلاقاو بك في عدد اخرى تكوني حاضره. ان شاء الله يعطيك الصحه ساره على حضورك معنا. خلاص المره الجايه ماشي تشيني، المره الجايه روحي بلون وحده اخرى. المره الجايه لباس تقليدي. لباس تقليدي المره الجايه. لباس تقليدي ونهضر على لباس تقليدي واش لازم واش ما لازم ان شاء الله. يا مي كاين لباس تقليدي كاين ثاني على مود تناسق. انا تسمح نجي نقلك الموضوع الجاي على لباس تقليدي ولا عصرانه.